باكل هلا. دكتور؟ خلص برجع بحكي معك. شو بلاقيك رجعت لعنا؟ ما سافرت؟ لا تكون رجعت مشان الحساب ولا ما لحقت الطيارة؟ لا بصراحة كان مشغول بالي كتير على أبي مانو لهيك ما قدرت روح. ما كان في داعي تعذب حالك وترجع لهون، كل عيلته حواليه وبيديروا بالهم عليه كمان. ديفي بصراحة دكتور أناند ما حدا منا طلب منك ترجع لهون، ليش ما رجعت عمون بي؟ بس أنا رجعت مشان شوف نياتي وناقش مع المرحلة الجاية من العلاج. كنت عم عالج أبي مانو من لما كان بمون بي، وبعد كل شي صار معه مبارح قررت إنه صار لازم نغير طريقة علاجه وبركي بيتحسن أكتر. اسمعني، نياتي رفيقة عمري، رغم كل اللي صار بيننا أنا مستحيل أقدر إني أتركها لحالة بهيك قصة. نياتي قررت إنه بدها تعالجه ورح ساعدها لتنجح. هذا الشيء كتير منيح. دكتور أناند، بتشكرك. أنا كتير سعيد لأنك قدرت تتجاوز اللي صار بيننا وحطيت واجبك فوق كل شيء. اليوم لما أنت دخلت على هذا البيت أثبت أنك مو بس دكتور شاطر وأنك رفيق ممتاز. دكتور أنانت، أنت بالقرار يلي أخدته رح تعطينا دفعة كبيرة وقوة ويعزز بقلبنا الأمل بنجاح نياتي. للأسف ما حدا فينا بيقدر يغير شيء من اللي صار بمومبي، بس بعد يلي عملته كرمال صحة ابني معروفك هاد ما رح أنسى بحياتي. شكراً. طيب صار فيني شوف نياتي؟ طبعاً. إيه تعال، هي فوق بالغرفة مع مانورام، تفضل. إيه يا ابني، تفضل وشوفها وعالجوا مونا وعملوا جهدكم، بس ما تخلوا شي يوقفكم. إيه من هون؟ إيه أكيد من هون. ماما، بدي أخذ رأيك اليوم بأهم موضوع بحياتي كلها. بدي أحكي لك على البنت اللي شفتها وشو حاسس تجاهها. بتعرفي اليوم أول ما شفتها حسيت بإحساس حلو من جوا، صار قلبي يدق بسرعة. أنا يا أمي حاسس إني عشقانة لهالبنت. أنا بحبك. عشقان؟ من كل عقلك عم تحكي؟ ايه ماما، بالأول ما كنت فهمان هالشي، قلبي الغبي شكله وقع بالحب وبدون ما يخبرني من قبل.